تخيلوا معايا ان واحد اعلامي جزائري قال واحد النكته ما يمكنش الاخوان كتضحك بزاف، قال لك باللي الجزائر تقدر انها تحرر الصحراء المغربيه اللي كيسموها الغربيه في ظرف 12 ساعه. 12 ساعه الاخوان وقل. المهم اجي نسمعوا التصريح ديالو الغبي. عندنا حنا اطماع في الصحراء الغربيه، انا مانيش فاهم هاد المغاربه هادو واقيلا يخصهم الذكاء الاصطناعي. سمعوا الله يحفظكم. خصكم الذكاء الاصطناعي في ريوسكم باش تفهموا هذه المعادله. ليست لنا اي اطماع. كذوب الاخوان كذوب. اكثر ناس طامعين في الصحراء المغربيه هو النظام الجزائري. اكثر ناس باغي منفذ نحو المحيط الاطلسي هو النظام الجزائري. اكثر نظام اللي باغي تقسيم المغرب هو النظام الجزائري. اكثر نظام عنده عقده من المغرب هو النظام الجزائري. وهذا الشيء عنده جذور تاريخيه. انا لا اتكلم على الشعب، انا لا اتكلم على الشعب الجزائري الحر المقاتل اللي حرر البلاد ديالو. انا لا ما كنتكلمش على الاحرار الجزائريين اللي كنسميهم من رجال واللي عاشرتهم ونعم الرجال. انا اتكلم على النظام الجزائري والاعلام اللي خدام عند النظام الجزائري اللي باغي يقسم الدوله ديالي. نكملوا التصريح ديالو. الصحراء الغربيه نحن نناصر شعبا محتل. شعب هما كيناصروا شعب محتل على اساس اننا حنا شعب محتل. راه ارضنا هذيك الاستاذ، راه ارضنا هذيك وارضنا الصحراء الشرقيه اللي خداتها فرنسا منا قطعاتها من الاراضي ديالنا. علاش؟ ان احنا رجال. نهار كنتو بدا عندكم استعمار كنا احنا المقاومه اللي عاوناتكم باش تحرروا الاراضي ديالكم. هنا بين الضعف العسكري اللي كان عند المغرب في ذاك الوقت وهذا الشيء اللي خلات فرنسا تزعم علينا ونسنيو معاهده الحمايه وقطعوا لنا الصحراء الشرقيه كامله. وهذا الشيء في الوثائق التاريخيه. تخيلوا ان تلمسان وبعض المدن دابا اللي تابع الجزائر كانت كتبايع السلطان المغربي ديالنا فانا في ذاك الوقت، لان ما كانش عندنا والو، كانوا شادينهم العثمانيين. العثمانيين شادوكم اربعه القرون ولا خمسه من مورا ملي دخلت فرنسا قالك حنا لقينا دوله ما عندهاش الهويه. كاينين عثمانيين، العثمانيين ضعافوا، حنا ما شفناش الجزائر. واش كانت حاجه سميتها الجيري؟ ما كانتش. نكملوا الاخوان. مضطهد وما قلنا نناصر هذا الشعب في دولة محتلة لشعب البوي. يجب تقرير المصير، يجب تقرير. لو عندنا أطماع فيكم 12 ساعة. اسمع بزاف 12 بزاف 12 بزاف التطور تاع الجيش 12 ساعة بزاف. والله ما يقدروا يتحركوا، والله ما يردوا كرتوشة، يخافوا. والله حنا كنخافوا. واش كنت نساو 63؟ واش نسيتو 63؟ شنو طرا ليكم؟ وشنا هي القضية اللي كيقول 63؟ غادي نسمعو نسمعو نكملو الفيديو. الله جبدها جبدها هو. يردو كرتوشة وكنقول نحلف لك بالله التاريخ يا اخي في 63 اخي هجمتو علينا في 63 وحنا مازلنا منهكين. المجاهدين تاعنا مساكن هبطوا من 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 الجبال حتى رجليهم مازال ما تداووش من 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 لي رونجات من. واو على ايكو عندكم يا صاحبي، وعلى ايغو وعلى عياقه، وكيسحب لكم نتوما من ملوك العالم اصاحبي، ويسحب لكم اللي قدروا علينا صاحبي 12 ساعه حقرتونا صاحبي، وانتوما اللي قلتوا حقرونا المراركه، حقرونا المراركه. الخطاب الشهير، الخطاب التاريخي اللي خرج به الرئيس الجزائري اللي قال فيه هذا الخطاب، حقرونا يا اخواني، حقرونا المراركه. علاش؟ لاننا حقرناكم، ولكن في الاخر درنا بحق الاخوه وحق الدين الاسلامي اللي كيجمعنا، وحق بزاف ديال الامور اللي كتجمع ما بين هاد الدولتين. والمغرب كان ديما فايق وعيق بهاد القضيه ديال ان الدول الاخرى هي اكبر مستفيده من هاد التقسيم دابا حنا اللي كنعانيو منه دابا. وهاد الشيء هذا اللي كنقوله ما كانش ما خصنيش اصلا نقولها، لانني انا ما درت هاد الفيديو حتى نجاوب على هاد السيد اللي كيقول ترطيق. ما تقدروش على المغرب صاحبي، راه عسكريا حاليا المغرب تصنف على الجزائر عسكريا حاليا. سير طلع صاحبي، سير طلع، سير طل، سير قلبوا صاحبي قلبوا. وما تقدروش عسكريا على المغرب. واش عارفين شكون هما حلفاء المغرب ولا ما عارفينش؟ راه حنا الحليف ديالنا اقوى دوله عسكريه في العالم هي امريكا، راه هي حليفه المغرب. راه ما تقدروش اصاحبي، راه ما تقدروش. وعسكريين حنا اقوى منكم واكثر جاهزيه عليكم. راه حنا ما كنديكلاريوش بكل شيء يا صاحبي،
راه الناس ما فاهماش يا صاحبي، ما فاهماش، راه ما يبقاوش يبينوا لكم قوه الفيديوهات والافلام وداك الشيء. حنا راه الدق والسكات يا صاحبي، راه حنا الدق والسكات، حنا راه تاريخ، حنا راه ماشي الضحك، راه غتجيو غتطيحوا في الدس. راه حاجه اخرى، حنا ما باغيش هاد الشيء، حنا ما باغيش هاد الشيء، حنا ما باغيش، حنا ما باغيش ندخلوا مع خوت الجزائريين في هاد الامور. راه كيبقاو خوتنا، راه حنا ديما كنبغيو نساندوكم، راه كتبقاو خوتنا، راه ما باغيش حنا ندخلوا في هاد الامور. راه ما يمكن تقول 12 ساعه راه يضحكوا عليك اصاحبي. 12 ساعه واش كيسحاب لك؟ والجيش عندنا واش كيسحاب لك؟ هو غاديك اللعبه ديال واكو كتشوف 12 ساعه تقدروا على المغرب كون دخلتوا شحال هادي، وكون حررتوا شحال هادي كما كتقولوا نتوما، كون درتوها راه ما قدرتوش، لانكم عارفين الحسابات ديالكم، نتوما عندكم غير نتوما كتقدروا على التيك توك والفيسبوك وهادشي، نتوما اللي كتقدر هادشي اللي كتقدروا عليه، نتوما عندكم القوه في هادشي، من غير هادشي ما عندكمش قوه نهائيا. اشناهو اتحداوني في هاد القضيه؟ واعرين نتوما في تيك توك والفيسبوك وهاد الاعلاميين عندكم وهاد الهضره وهاد الايغو الخاوي، هذا ايغو خاوي، ايغو خاوي ديال حنا واعرين، حنا ما يقدرش علينا، حنا الجيش الذي لا يقهر. واش دخلتوا شي حرب؟ واش بينتوا على اراضي؟ واش درتوا شي حاجه؟ واش حررتوا شي دوله؟ واش درتوا شي حاجه على ارض الواقع؟ واش دخلتوا شي معركه؟ كاع المعارك دخلتوها خسرتوها، المعركه قدرتوا دخلتوا مع المغرب خسرتوها. اشنو غادي تقدروا على المغرب؟ 12 ساعة انتوما ما عرفتش شنو المغرب، ما كيتسلح المغرب ما والو، المغرب وقف به الزمان، انتوما بقيتوا كتطوروا وحنا بقينا حنا جالسين ناعسين ما كنديروا والو حنايا، انتوما اللي خدامين على روسكم، راه انتوما اللي عندكم الجيش، حنا ما عندناش الجيش، حنا ما عندناش الرجال، حنا عندنا الرجال بزز عليكم. باش نجيكم نقول لكم الصراحة اللي كاين، بقينا ضريفين بزاف اصاحبي، معاد وما خصنيش تكون ضريف اصاحبي، وكندير بوجه العشران الجزائريين يا ولي اصاحبي، والله العظيم لا عرف جزائريين طراف د الرجال قسما بالله، ما هادو هاد الناس هادو ولا لا اله الا الله، ما يعرفوا بحق جورة، ما يعرفوا بحق التاريخ اللي كان كيجمع ما بين المغرب والجزائر، وما كيعرفوا بحق داكشي اللي داروا المغاربة على ودي الجزائر، وعطيناكم السلاح وعطيناكم يا مات، كنتو محتاجين حتى شي دولة ما كانت واقفة معاكم الا المغرب في الاخر، درتو الدور عطيتهم بالدار. هذا هو حال العرب، هو هذا، هذا هو حال العرب. فرنسا اللي كانت تهضر، وفرنسا فرنسا ماما فرنسا، ماما فرنسا لك كل الاحترام والتقدير يا ماما فرنسا، فرنسا كدا، فرنسا فرنسا لا، فرنسا نحترموها، فرنسا فرنسا نحترموها، المغرب اللي عاوننا ما تحترموش، لا ما تحترموش المغرب اللي عاونكم، لا لا المغرب، المغرب اللي كان كيعطيكم السلاح، المغرب اللي كان كيعطيكم المؤن، المغرب اللي كان كيساندكم، لا ما تعطيوش هادشي كامل، لا عطاو لفرنسا، فرنسا اللي تعطيهم البترول والغاز، خليو الشعبيه يموت بالجوع وفرنسا تعيش والشعب الفرنسي يعيش والجزائريين. ما عندكمش حق في البترول والغاز ديالكم، الجزائر من اكثر الدول اللي عندها احتياطي بترول والغاز في العالم، واش عرفتوا شحال كيصدروا ديال البترول والغاز؟ واش عارفين شحال الفلوس كيدخلوا؟ حال الشعب ديالهم ما عندهم لا انفتاح اقتصادي لا والو، الشعب عايش في الجوع، نتوما غنى منا من ناحية الثروات، نتوما خصكم تكونوا جهد منا حنايا، أنا كنقولها، أنا كنقولها، الدولة الجزائرية غنية، غنية على الدولة المغربية، من الثروات، من بزاف ديال الأمور، ولكن أين هذا الشيء؟ كيمشيو كيسلحوا الجيش ديالهم بسلاح ديال الخردة، ديال روسيا، أجي، والسلاح ديال روسيا دار شي بين على على القوة ديالهم، والو، كاينش، نهائيا، سلاح لا علاقة. سلاح لا عراق من الاخر، فاهم بحال هاد بحال هادشي راه كيضحك الاخوان، هادشي راه كيضحك وكيحزن في نفس الوقت، كيضحك ملي كيخرجوا بحال هكا وكيديروا شويه ديال الكوميديا عندهم في البلاطوات ديالهم وكدا، وكيديقولوا قدوا على المغرب 12 ساعه، جربوها وشوفوا واش تقدروا ديروها ولا لا، جربوها 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 وجيبوا حق ديك الدولة المزعومة اللي كنت اللي سميتها البوليزاريو، الدولة المزعومة ديال جوج دريال، جربوها يلا سيروا جربوا دخلوا عندنا تشوفوا. حنا كنبغيو البيس والسلام، الدولة الجزائرية كنحترم الأحرار فيها، أنا كنحترم الدولة الجزائرية والشعب الجزائري الحر اللي ما باغيش، اللي باغي السلم والسلام، أنا كنحب السلم والسلام، انا باغي الاخوه ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي، وباغي انفتاح اقتصادي وانتعاش اقتصادي،
ويكون تبادل اقتصادي ما بين الشعب المغرب والجزائر. انا ما كرهش الانظمه، تفهم ان هادشي راه ما منها حتى شي حاجه، خصوصا النظام ديالكم. النظام ديالكم يفهم بلي هادشي راه غير ديك الساعه غادي يتصلحوا بزاف ديال الامور الاخوان. وتسناوني فواحد الفيديو على واحد الاعلاميه مصريه اللي طيحات بالمغرب وداش كتروج على اساس السحر، داك حتى هو فيديو قريب ان شاء الله غادي نديرو. ونتمنى الفيديو يكون عجبكم، وتحياتي للشعب الجزائري الحر. انا ما كنطيحش منكم الاخوان باش ما يمشوش لكم لي كومونتير ديال والو، انا كنحترم اي جزائري كيتبعني وكنحترم اي جزائري حر، ولكن اللي كيقسم لي بلادي كدا ما نحترموش. شوف جيكم نيشان، تبارك الله عليكم الاخوان.